أنا اسمي محار، بدرس مدرسة الشهيد حسن حسام الكامل. عم نجي دوام الساعة 7:30 على المدرسة مثل قبل، عم نجي بس بالصرفي عم نصرف الساعة 8، ما عم نلحق ناخذ رز، دوبنا عم ناخذ درس. عم نجي ونروح كله برعب برعب. هذا الشيء كله بسبب الطيران. كنا أنا ورفقاتي نلعب، هلا ما ضل لي لا حدا، لا رفقات ولا شيء، كلنا قتلهم بشار الأسد. كان عندي رفيقة اسمها فاطمة، كتير كتير بحبها، يعني إنه ما بتختلف شيء عن أختي، واستشهدت. بس أنا هلا ما بقدر أقول غير الله يرحمها. بعيد الطفل إذا ما بتجي الطيارة بكون هذا نحن أكتر عيد عنا.